بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، قال: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال: والآيات في الباب كثيرة مشهورة. في سورة التكاثر قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، وهذا على سبيل الذم، أن الناس قد ألهاهم التكاثر في هذه الحياة الدنيا، والله عز وجل لم يخصص شيئا من هذا التكاثر، وهذا يفيد أن كل تكاثر يشغل عن الآخرة فهو داخل في هذه الآية التي ذم الله سبحانه وتعالى من ألهاهم هذا التكاثر عن الانشغال بالآخرة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا التكاثر يشمل التكاثر في الأموال والأولاد وكل ما يتكاثر فيه الناس في هذه الحياة الدنيا. فالتكاثر إذا كان مشغلا عن طاعة الله، ملهيا عن طاعته سبحانه وعن الآخرة وعن الاستعداد لها، فإنه مذموم. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى جاءكم الموت ثم دفنتم في القبور. وسمى الله عز وجل القبور زيارة، وذلك لأن القبور ليست دار قرار، وإنما هي دار انتظار، فهي برزخ بين الدنيا والآخرة. فالزائر زائر لا يمكث في المكان إلا مدة معينة ثم يرتحل، فكذلك القبور هي ليست دار قرار، وإنما هي دار انتظار ودار برزخ بين الدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى عنها: حتى زرتم المقابر، ثم قال على الوعيد وعلى الزجر، وكرر على التأكيد، قال: ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يعني ستعلمون ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة، ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة، أي العاقبة لمن ألهاه هذا التكاثر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي الآن المسلم عندما يقرأ هذه الآيات يعلم علما يقينيا بقلبه، ولكن يوم القيامة سيعلم علما بصريا بعينه، فيرى ما ذكره الله عز وجل في كتابه، سيراه رأي العين. فعلى المسلم أن يستعد لهذه اللحظات بالأعمال الصالحات في هذه الدنيا التي جعلها الله عز وجل زادا وممرا وطريقا إلى الآخرة. ثم قال: وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. الحياة الدنيا لهو ولعب، فهي مذمومة في ذاتها إلا ما كان فيها من طاعة الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، يعني مذمومة. اللعن يأتي بمعنى الطرد والإبعاد، ويأتي بمعنى الذم. قال: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما. فالدنيا ملعونة ومذمومة إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه أو عالما أو متعلما. فالحياة الدنيا لهو ولعب. قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان بمعنى الحياة الكاملة المستمرة المستقرة التي لا انقطاع فيها. ولذلك الدنيا مهما كان فيها من متاع فإن هذا المتاع لا بد أن ينتهي، ولا استقرار في هذه الحياة الدنيا، ولكن الآخرة هي دار القرار
وهي دار الحيوان الحياة التامة الكاملة، وذلك المسلم الكيس الفطن الذي يعمل لدار البقاء ولا يشغل نفسه إشغالا كبيرا في دار الفناء، لأن متاعها زائل ولا بد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصى، فننبه بطرف منها على ما سواه، لأن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ولكن المصنف رحمه الله ذكر شيئا من هذه الأحاديث. فقال رحمه الله: عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، يعني انصرف من صلاته، فتعرضوا له، يعني الأنصار تعرضوا له من أجل أن ينتبه لهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. الحديث الأول حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى البحرين ليأخذ منهم جزية، وكان إذ ذاك أهل البحرين من المجوس، فجاء إليهم وأخذ منهم الجزية، وهذا فيه أن الجزية تؤخذ حتى من غير أهل الكتاب، على الصحيح من قولي أهل العلم أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم من الكفار من الوثنيين وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس، من مجوس هجر والبحرين، لأن البحرين يدخل فيها كل هذه المنطقة من البحرين إلى آخر الأحساء كلها تسمى هذه، ويدخل فيها حتى بالمسمى الحالي قطر وغيرها، كلها تسمى هذه البحرين سابقا، وكان سكانها من المجوس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأخذ منهم الجزية، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وقدم بهذه الجزية أبو عبيدة رضي الله عنه. فلما سمع الأنصار خرجوا لحاجتهم إلى المال، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو عبيدة في صلاة الفجر، فتعرضوا للرسول من أجل أن يراهم ويعطيهم مما جاء من هذه الجزية، فعرف النبي ذلك فتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يعنف، وإنما تبسم لهم لمعرفته صلى الله عليه وسلم بحاجتهم إلى هذا المال، ولأن لهم حقا في هذا المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم، وهذه من السنن أن الإنسان يبشر بالخير ويبشر بالكلمة الطيبة، ولا يكون متشائما أيضا، ولا يدخل التشاؤم على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وهو يطبق ذلك عمليا صلى الله عليه وسلم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم ذكر لهم هذه الموعظة العظيمة، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الفقر، لأن الفقر يدفع بالصبر، ولكن إذا فتحت الدنيا فهنا الفتنة العظيمة، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، لأن فتنة الغنى إذا أصابت المرء أوقعته في الذنوب والمعاصي والمهالك، فأصبح لا يبالي فيما يقع فيه من الحرام بسبب توفر المال الذي عنده. ولذلك الأصل في من أغناه الله أنه يطغى إلا من رحم الله، قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض
فالأصل أن المال إذا كثر يسبب الطغيان ويسبب البغي والعدوان، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. ولذلك نرى الآن عندما فتحت الدنيا على الناس صار أكثر انشغالهم بهذه الرفاهية في هذه الحياة الدنيا التي قست قلوبنا، الرفاهية التي نحن فيها قست القلوب، ولذلك صار شغل الناس الشاغل أنهم يبحثون عن هذه الرفاهية، والرفاهية لا تتوقف، الرفاهية لا تتوقف أبدا. كل ما زاد العمر وانفتحت الدنيا كلما زادت الرفاهية، فتكون هذه العين مفتوحة على ما يزيدها في هذه الدنيا من الغرور الزائل. ولذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن تفتح عليهم الدنيا، قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لأن التنافس على الدنيا سبب للهلاك، لأن التنافس على الدنيا يشغل عن الآخرة، ولا بد إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي عنده. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وهذا فيه فائدة: جواز الموعظة والواعظ جالسا. قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فهذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ومن باب أولى أن يكون هذا الخوف لهذه الأمة بعد الصحابة، لأن الصحابة هم أتقى الخلق بعد الأنبياء والرسل، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من فتح هذه الدنيا، فكيف بمن هو دون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك على المسلم أن يحذر، أن يحذر من الانجراف والاغترار بما يفتح للعبد في هذه الحياة الدنيا من الزينة والخضرة، لأنها ملهية ومشغلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في مذاقها، خضرة في النظر إليها، فهي فتنة. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. فهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا حلوة وخضرة، يعني تغر الناظر إليها، فإذا غرته واسترسل معها هلك، ولذلك هي ابتلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن الله مستخلفكم فيها، يعني فتنة لنا هذه الدنيا وحلوتها، هذه الدنيا وحلوتها وخضرتها فتنة لنا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها، في الدنيا، فينظر كيف تعملون، يعني تعملون مع هذه الفتن التي تكون في هذه الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما بيّن أن الدنيا حلوة وخضرة، وبيّن أن الله مستخلفنا فيها، وأنه ينظر ماذا نعمل، حذرنا من فتنتين عظيمتين، قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي تمام الحديث: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لأن الدنيا تغر، وكذلك النساء فتنة، النساء فتنة. فالذي يقول ليس هناك فتنة بين الرجال وبين النساء إلا عند الشهوانيين يقولون، هذا كلام باطل وكلام يراد به هدم المجتمعات، لأن الله عز وجل جعل في النساء ميلا إلى الرجال، وجعل في الرجال ميلا إلى النساء، وهذه هي الفطرة السوية، الميل موجود. فلذلك ما وجد هذان الجنسان وجدت الشهوة الداعية، فلذلك لا بد من الحذر من هذه الفتن، وأن لا يسترسل المرء مع هذه الفتن، لأنها مهلكة، فأهلكت بني إسرائيل، فلما وقعوا في فتنة النساء تداعت عليهم سائر الفتن حتى وقعوا في الكفر بالله سبحانه وتعالى. فليحذر المرء من هذه الفتن العظيمة، وليحذر من دعاتها الذين يزينون هذه الفتن، يزينون فتن النساء بالخصوص، يدعون إلى خروجها متبرجة سافرة مختلطة، وهذا كله من أجل أن يفسد الناس وأن تفسد المجتمعات، فيهلك المجتمع المسلم
نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكانوا يحفرون الخندق مع المهاجرين والأنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز مع الصحابة من أجل طرد الملل حال العمل، فكان يرتجز هذه فيقول: لا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. المراد في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هو قطع النفس عن ملاذ الدنيا، قطع النفس عن ملاذ الدنيا بحيث لا ينشغل بها. ومن أجل تذكير الناس أن العيش الدائم الأبدي السرمدي الذي لا انقطاع فيه هو عيش الآخرة، وأما عيش الدنيا فإنه عيش مؤقت، كما قال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: يتبع الميت ثلاثة. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وهذا الحديث من أعظم المواعظ، أن الموت يبين لك حقيقة هذه الدنيا: مالك الذي جمعته وأهلك الذين اعتنيت بهم سيتركونك، ولكن يبقى معك شيء واحد وهو العمل، فعليك أن تحسن عملك الذي سيبقى معك في قبرك، وعليك أن تستعمل هذا المال وما أنعم الله عليك من الولد في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا من العمل الصالح الذي يكون معك في قبرك. قال وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وهذا كله يبين لنا حقارة هذه الحياة الدنيا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني هو أنعم الناس من خلق آدم إلى قيام الساعة. عنده قصور، عنده أموال، عنده خدم، عنده حشم، عنده كل ما يكون في الحياة الدنيا من الزينة، عاش مرفها أشد الرفاهية، ولكن يصبغ صبغة، يعني يغمس غمسة في النار، غمسة واحدة فقط مسه من غمستها فقط، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ انظر هذا النعيم في السنوات كلها، فيقول: لا والله، ما مر بي نعيم قط، بغمسة في نار جهنم، فكيف بمن كان فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. على العكس، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فقر، فتن، أمراض، أوجاع، إلى غير ذلك من البؤس الذي يكون في هذه الحياة الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في نعيم الجنة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط، بغمسة واحدة في النعيم. فدل هذا على أن هذه الحياة الدنيا لا تستحق منا جميعا العناء، وإنما على المسلم أن يستعد للآخرة، فنعيم الآخرة لا يضاهيه نعيم، وعذاب الآخرة لا يضاهيه عذاب. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.